أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إن شاء الله إن شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إن شاء الله إن شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها
شئتم فادخلوها خالدين. إن شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا الله ان شاء الله ان شاء الله. احسنت. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ما شاء الله ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ما شاء الله. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتي. ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت الله يبارك فيك ما شاء الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله وقيل الحمد ما شاء الله أحسنت أحسنت الله يبارك فيه ما شاء الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أحسنت أحسنت، الله جبيلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى. الله الله. والذي أخرج المرعى فجعله فلا تنسى إلا ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أحسنت أحسنت، الله يبارك فيه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله.